أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في مادة التربية الإسلامية للأسبوع الأول. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب: يفسر معاني ومفردات جديدة، يفسر الآيات الكريمة من سورة الإسراء. عزيزي الطالب، واجب المسلم اتجاه القرآن الكريم. المسلم يعظم القرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى، وفيه سعادة الدارين، وذلك بتلاوته والاستماع إليه وحفظه وتدبره والعمل به. إذن درسنا لهذا الأسبوع أعزائي الطلاب: واجب المسلم اتجاه القرآن الكريم من حيث التأدب معه، قراءته وتلاوته، الاستماع له وتدبر آياته، وحفظ ما استطاع منه غيبا. لماذا عزيز الطالب المسلم يعظم القرآن الكريم؟ لأنه كلام الله تعالى وفيه سعادة الدارين، وذلك بتلاوته والاستماع إليه وحفظه وتدبره والعمل به. إذن كيف يكون واجبات المسلم اتجاه القرآن الكريم؟ أولا عزيز الطالب تعظيمه والتأدب معه، قراءته وتعلم أحكام تلاوته، الاستماع لتلاوته والإنصات له، تدبر آياته والعمل بها والتحلي بما جاء من أخلاق وآداب، حفظ ما استطاع منه غيبا، نشره والدفاع عنه. إذن من مظاهر تعظيم المصحف الشريف عزيز الطالب الطهارة قبل مسه، المحافظة عليه من التلف، الجلوس بأدب عند تلاوته، عدم الاتكاء عليه، وعدم الكتابة على صفحاته، وعدم وضع شيء فوقه. أما قراءته وتعلم أحكام التلاوة والتجويد، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن الكريم قراءة مرتلة كما أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك الأجر والثواب العظيم. فعن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ما هو به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن عزيز الطالب من واجبات المسلم اتجاه القرآن الكريم أيضا الاستماع لتلاوته والإنصات له. أمرنا الله عز وجل بالاستماع للقرآن الكريم والإنصات له، لذا من واجبنا نحو القرآن الكريم أن نحسن الاستماع له وألا ننشغل عنه. أيضا تدبر آياته والعمل بها والتحلي بما جاء فيها من أخلاق وأداب. أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن الكريم والتفكر في آياته، وقد حث على استخدام العقل في التفكر بآيات الله عز وجل. من الوسائل التي تعين على ذلك الرجوع إلى كتب التفسير والمتخصصين بعلوم القرآن الكريم. ولا يقف المسلم عند حد التدبر فقط، بل عليه أن يعمل بما في القرآن من الأحكام والقيم والتوجيهات في شتى مجالات الحياة، والعمل به يكون باتباع ما جاء فيه من أوامر واجتناب ما تضمنه من النواهي، فيحقق المسلم بهذه سعادته في الدنيا والآخرة. وكان الصحابة إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها. وقد دعا القرآن الكريم إلى الأخلاق والأداب والقيم الرفيعة التي من شأنها جعل المسلم مثلاً لغيره. وحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أيضاً حفظ ما استطاع منه غيباً، على المسلم عزيز الطالب أن يحفظ ما تيسر من كتاب الله تعالى. لماذا؟ لتقوم الصلاة به، وكلما حفظ منها أكثر ازدادت منزلته عند الله عز وجل. ويجب على من حفظ شيئا من كتاب الله تعالى أن يحرص على مراجعته كي لا ينساه. إذن عزيز الطالب أيضا من واجبات المسلم تجاه القرآن الكريم نشر القرآن الكريم والدفاع عنه. من واجبات المسلم اتجاه القرآن الكريم نشره بين الناس، وبيان مظاهر إعجازه والدفاع عنه أمام هجمات التشكيك به. من الوسائل المساعدة على ذلك استثمار القنوات الفضائية
وإنشاء برامج ومواقع إلكترونية تعنى بالقرآن الكريم وإنشاء دور القرآن الكريم في المساجد والمراكز التي تعنى بتعليمه. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.